الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف مفهوم أثر الدخل وأثر الإحلال، أو ما يسمى Income and Substitution Effects في نظرية الاقتصاد الجزئي المتعلقة بالطلب والعرض. على بركة الله نبدأ. لنفترض الآن بأن هناك مستهلكا ما، لنتخيل مستهلكا ما وصل إلى أعلى منفعة ممكنة من السلعتين التفاح والبرتقال، عندما كانت أسعار التفاح والبرتقال عند مستوى معين مثل ما هو موضح الآن بالشكل. لكن قبل الشكل أريد أن أبين هنا بأن السلعتين عاديتان. هنا نفترض بأن التفاح والبرتقال سلعتين عاديتان. فالآن هذا على المحور الأفقي كمية التفاح، وعلى المحور العمودي كمية البرتقال، وهذا قيد الدخل في المرحلة الأولى من تحليلنا. هنا هي قيد الدخل. الآن حدث التماس بين منحنى السواء الأول هذا عند هذه النقطة اللي هي ألف. هذه الآن معنى ذلك أنه التقاء منحنى السواء مع قيد الدخل النقطة التماس بأن المستهلك وصل إلى أعظم منفعة ممكنة. هذه الآن لنفترض بأنها كانت مقابل هالكمية هاي اللي هي 5 من التفاح، ولا يهمنا الآن البرتقال، بهمنا كمية التفاح لأنه تحليل عن التفاح. فالآن 5 الآن نتيجة لنفترض الآن بأن أسعار التفاح انخفضت. هذا الانخفاض لأن السلعتين عاديتان، ففي هذه الحالة يكون أثر الدخل، لاحظوا لي أثر الدخل هنا داعما لأثر الإحلال، أي أنهما يسيران في الاتجاه نفسه. دعنا الآن نسير. عندما تنخفض الأسعار ما الذي يحدث؟ يحدث الآن دوران في قيد الدخل من الموقع الأول اللي هو الأخضر الغامق هذا إلى هذا الأخضر الفاتح. هذا الآن قيد الدخل الجديد. لنفترض الآن بأن منحنى السواء اللي انتقل إليه المستهلك بعد انخفاض الأسعار وتكون قيد دخل جديد، لنفترض بأن هذه الآن التماس حدثها عند بين قيد الدخل الثاني هذا ومنحنى السواء الثاني هنا عند هذه النقطة الآن النقطة باء، ما يعني بأن الكمية لنفترض بأنها كانت 20 وحدة. كأنما نقول بأن الآن نتيجة انخفاض أسعار التفاح زادت الكمية المستهلك من قبل المستهلك هذا من 5 إلى 20. هذا الآن نسميه إحنا الانتقال من 5 إلى 20، هذه المسافة نسميها احنا كاف أو الأثر الكلي. الأثر الكلي اللي هو توتال افكت يساوي 20 ناقص 5 ويساوي 15 وحدة تفاح إضافية نتيجة انخفاض أسعار التفاح. الآن نحتاج إلى فكفكة هذا الأثر الكلي إلى جزئين، جزء يعني يمكن رده إلى الدخل، وجزء آخر إلى إحلال نتيجة الانخفاض أسعار السلعة هذه. الآن زادت كميتها وبالتالي يعني سيقوم بإحلال كمية من التفاح مقابل البرتقال. كيف ذلك؟ الآن نقوم برسم خط دخل أو قيد دخل جديد هذا موازي له، لكن بمس منحنى السواء الأولاني عن نقطة معينة. لنفترض على سبيل المثال حتى نستطيع أن نفهم الأثر كنا قمنا. هذا الآن هو قيد الدخل الموازي، لاحظوا لي هذا موازي لهذا بالضبط، خليني أضلله باللون الأسود حتى يكون واضح. هاي التضليل الآن، وين نقطة التماس؟ حدثت نقطة التماس هنا طبعا التوازي، هذا التوازي بيقول لي أنه بالضبط متوازيين. نقطة التماس حدثت هنا عند النقطة تي، هذه لنفترض بأنها كانت مقابل كمية 15. فإذا الآن التوتال أثر كلي 15، لكن الآن يعني من هنا من 5 إلى 20 15 تتكون من جزئين، هذا الجزء وهذا الجزء. الجزء الأولاني هو هذا من 5 إلى 15 هو ما يسمى بأثر الإحلال. إذا أثر الإحلال يساوي 15 ناقص 5 يساوي 10. إذا هناك أثر إحلال مقداره 10 نتيجة انخفاض أسعار السلعة. أما أثر الدخل لأنه ارتفع الدخل الحقيقي عندما تنخفض الأسعار، الدخل الحقيقي للمستهلك، وبالتالي الآن يقوم بالإقبال على يعني شراء أكثر لأنها سلعة عادية. هذا الآن هو أثر الدخل باء اللي هي بين 15 و20
وبكون بالحالة هاي أثر الدخل يساوي 20 ناقص 15 ويساوي 5. الأثر الكلي هو 15، أي أنه يساوي 10 زائد 5 يساوي 15، وهذا الأثر الكلي. الآن هذا كله بافتراض بأن السرعتين عاديتان. أما الآن لنفترض بأن إحدى السرعتين رديئة، لنقول بأنها سرعة عكس. لنفترض في هذه الحالة بأن سعر السلعة انخفض. لاحظوا السلعة الآن رديئة لكن سعرها انخفض، أي أن الكمية المطلوبة من السعر ارتفع. يعني سبحان الله، انخفاض الأسعار حسب قانون الطلب يؤدي إلى زيادة الكميات المطلوبة، لكن الدخل سيرتفع. ارتفاع الدخل حقيقي وعادي، يفرض أنه ارتفع الآن. ارتفاع الدخل سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع الرديئة، هكذا تعلمنا احنا. كيف نتخيل ذلك الآن؟ المحور الأفقي ما زالت أكس، اللي هي كمية من أكس، كمية من واي على المحور العمودي، وهذا قيد الدخل الأول. أرجو التدقيق هنا لأنه مهم جدا. هذه هنا الآن نقطة التماس عند منحنى السواء الأول، أي نقطة التماس بين قيد الدخل الأول هذا ومنحنى السواء هنا I، فحدثت عند النقطة ألف. نتيجة لانخفاض أسعار السرعة الرديئة، ما الذي يحدث؟ يحدث عندي الآن، طبعا هذه نفترض أنها مقابل كمية خمسة، أعتذر عن هذا، كان مقابل كمية خمسة. لأن نتيجة لانخفاض أسعار السلع عكس حدث دوران، أوكي، هنا يؤدي ارتفاع دخل المستهلك إلى انخفاض الكمية المطلوبة من السلعة، هي الطلب الأمانة، لكن سعر السلعة ينخفض، ما يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منها، وبالتالي يكون أثر الدخل معاكس لأثر الإحلال. كيف؟ الآن عندما تنخفض الأسعار يحدث دوران في قيد الدخل من الموقع الأول، هذا هو الموقع الأول، هذا هو الموقع الأول، إلى الموقع الثاني، هذا هو الآن. نقطة التماس الجديدة نفترض بأنها حدثت هنا، نفترض على منحنى السواء الثاني، وهنا الآن نقطة التماس هذه باء، لنفترض بأنها كانت مقابل الكمية 9، أوكي؟ هذه الكمية 9. فالآن نريد أن نفكفك، هنا عندي هذا الأثر الإحلال، نتيجة لانخفاض أسعار السلعة قام الآن المستهلك بزيادة الكمية المستهلكة من 5 إلى 9، هذا كله أثر الإحلال. لكن أثر الدخل الآن الذي يحدث، لأنه أثر الدخل بيكون معاكس لأن السلعة رديئة، فإن الطلب على السلعة سينخفض إذا ارتفع الدخل عفوا. ما الذي يحدث الآن؟ هنا أثر الإحلال يساوي 9 ناقص 5 يساوي 4. أما الآن من نفكفك هاي الأثر النهائي، ما الذي يحدث؟ أنه نرسم خط موازي بالضبط، الموازي للأخضر السميك هنا، يعني سيلتقي خلينا نقول مع المنحنى السواء الأول عند نقطة معينة، خليني أضل الأسود حتى يكون واضح. نقطة التماس الجديدة حدثت ماذا؟ عند هذه النقطة اللي هي باء، لنفترض بأنها مقابل الكمية 7. ممتاز. الآن ما هو الأثر النهائي؟ أثر الإحلال عرفناه أنه 9 ناقص 5 يساوي 4، لكن أثر النهائي يمكن فكفكته إلى جزئين الآن. هنا الأثر الكلي لاحظوا يساوي 7 ناقص 5. لماذا؟ لأن أثر الإحلال كان بالاتجاه من 5 إلى 9، لكن زيادة الدخل أدت إلى انخفاض الطلب، وبالتالي هنا أثر الدخل من 7 إلى 9 سالب 2. لاحظوا لي، لأنه بنأخذ إحنا 7 ناقص 9 بصير عندي سالب، وبالتالي هنا هذا الانخفاض في الطلب من 9 إلى 7 نتيجة لزيادة الدخل، وعندي هنا الأثر النهائي بيكون 4 ناقص 2 يساوي 2، أي أثر الكل كلها تساوي 2، أثر الكل يساوي 2، وبالتالي نكون يعني قد تحققنا من أنه الأثر الكل كلها يساوي 2، نفس أثر الكلي هنا، الإحلال يساوي 4، الدخل سالب 2. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا يعني أن أكون قد قدمت الفائدة لكم جميعا أحبتي، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.